يا الجزائريين، واش قال الإعلام البرتوشي؟ قال باللي الحماية المدنية الجزائرية جات ليبيا باش تساعدها، لكن سرقوهم. واش سرقوا ثاني؟ قال لك سرقوا لهم الذهب. والله كيما نقول لكم، قالوا سرقوا لهم الذهب. ايا بيناتنا برك يا الجزائريين، يعني كي تخموا بشويه منطق برك، شويه 1% تاع منطق. اذا الحمايه المدنيه الجزائريه سرقت الليبيين، كيفاش يعني الحمايه المدنيه تاع ليبيا راهي تقوم بتكريم اللي سرقوهم؟ او سبحان الله، شوفوا التصاور هذه، شوف هذه الصوره الاولى دوزيام، وهي صوره واحده اخرى لتكريم الحمايه المدنيه الجزائريه من طرف الحماية المدنية تاع ليبيا. وما تخافوش الجزائريين، ما همش رايحين، وإنما تم استبدال الفريق برك. هذو عياو جابوا فريق جزائري واحد آخر، والسلام عليكم. هذه الجزائر تاع مواقف. وللعلم كل فرق الإنقاذ قد انسحبت من ليبيا، باش ديروها مليح فريسانكم. سؤال برك يا البرتوشي، بواش تخمم؟ والإعلام تاعكم بواش يخمم؟ كي نتكلم عن الإعلام يا الجزائريين، والله ما هي قنوات تاع يوتيوب، وإنما قنوات تلفزية، يعني قنوات معتمدة عندهم في بلادهم. وذوك نعتلكم يعني ربورتاج اللي داروه على الحماية المدنية الجزائرية، صدقوني راسكم راح تحكموه تاع الصح، لكن جاهم رد من عند واحد الليبي ما خلالهم والو. فكامل اهبطوا لتحت كامل يا الجزائريين، الفيديو هذا نسحقه يوصل للجميع، رسالة قوية ومهمة وحاجة خطيرة جدا واش راهم يديروا البراتيش. فخليوا اللايك تاعكم يا الجزائريين، خلي اللايك، خلي نوقفوا مع اولاد بلادنا، مع ابطالنا، هذو ابطالنا تاع الحماية المدنية الجزائرية. خليوا العالم كامل يعرف الحقيقة تاع البراتيش باللي خلاو واش راهو صاري في بلادهم، وراهم ينشروا في الخرطي والاكاذيب على الحماية المدنية تاع بلادنا. الان راح نشوفوا الفيديو. الفضيحة صراحة انك انت تستخدم مصايب ليبيا باش تبتل فتنة بين الشعب الليبي والشعب الجزائري، وترضي نفسك التي يعني جابتك للسوء. حي الله الجزائر، وحي الله فرق الانقاذ الجزائرية، وحي الله اهلنا في الجزائر واحبابنا واصحابنا، وبارك الله فيهم على فزعتهم. والكلام هذا كله عار على الصحة، وإذا كان في شيء زي هذا صار في ليبيا احنا اولى ان نتكلم عليه، واحنا اولى ان احنا نحكو فيه. انت كمغربي المفروض تلهى بمصابك الجلل وتلهى بالناس وتترحم عليهم وتساعد، كان عندك كيف تساعد، ولا تسكر فمك وتبتعد عن الفتنة. ولكن اصحاب الهوى واصحاب الفتن هذا هو تخصصهم، سبحان الله، عندهم عقدة وعندهم فتن يتنفسوا في فتنة، سبحان الله. وهذا الشكلات اللي قدامك، تخيلوا. هذه طبعا انا الفيديو جايبه من صفحة متاع قناة اخبارية على اساس مغربية، وسبحان الله كلام ما يتفوهش به الا التافه، وما يستمع له الا التافه، وتعليقات التافهين كتر، سبحان الله، خاشين في الفتنة ويخوضوا فيها. حيا الله اهلنا في الجزائر، وحياهم الله على وقفتهم، والكلام اللي انقال عار على الصحة. واذا كان هذا الكلام موجود اصلا من الاصل، احنا الاولى ان احنا نتكلم عليه، وهذا ليس شأن لكم، مليكمش علاقة. احنا من الاخر وش مدخلكم، جابها لكم من الاخر، وش الجزائر مالكمش بين العلاقة، وخدها فوق فوق ما دام هي وصلت هيك، خدوها فوق فوق، انتم مالكمش علاقة بيننا وبين الجزائر، ومن تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. اما الخزي والعار عليكم وعلى اشكال اللي زيكم. طبعا نحترم المحترمين واخوتنا المغاربة واخوتنا الجزائريين، ولكن اخوتنا الناس الطيبة، اما متعين الفتن ومتعين التفاهة والسفاهة هذا ما همش اخوتنا، هذا معدائنا وعداء الامة وعداء الاسلام وعداء كل شيء، هذا هم سبب تشطينا في هذا العالم، سبحان الله. خزي والعار عليك. في اخر الكلام، حي الله الجزائر واهلها الطيبين، حي الله الجزائر، عندنا ما بنقوله تاني. بس كما شفتوا يا الجزائريين، هذا ليبي حبيبنا رد عليهم وتكلم على الإعلام تاعهم، تكلم على الإعلام يعني المعتمد من قبل الدولة تاعهم، تكلم على هذاك الفيديو. دوك تشوفوه الفيديو، على بالي راح تحكموا ريسانكم تاع الصح. داروا روبورتاج بأكمله، يعني روبورتاج فيه تعليق صوتي، فيه مونتاج وغيرها وغيرها، من أجل تشويه الحماية المدنية الجزائرية. هذا ما كان، هذا كامل على بالكم علاش يا الجزائريين؟ باش يبينوا للشعب تاعهم باللي ما كانوش محتاجين للحماية المدنية الجزائرية، لأن الشعب تاعهم راهو يلوم فيهم ويقولهم علاش ما خليتوش الجزائر تتدخل كي كانوا مازال كاينين الناس يعني أحياء تحت الأنقاض. شوفوا الفيديو هذا، شوف
في عز الأزمة التي يعيشها الليبيون إثر إعصار دانيال، لم تتردد فرق الإنقاذ الجزائرية في نهب وسرقة ممتلكات المواطنين المنكوبين. يا أخويا قلت سرقوا وكذا وكذا، جيبوا لنا أموا فيديو أموا صورة، منين جبتوا المصدر؟ يو خلقتوها الحكاية على بالنا فدرتوا فيلم هوليود. أي برق قولوا لنا شكون المخرج. يا جزائريين جاوبوني في التعليقات شكون هو المخرج زعمة الحكاية هذه. وأفادت وسائل إعلام ليبية أن فرق الإنقاذ الجزائرية قد اختلست كمية كبيرة من الذهب من أحد محلات بيع المجوهرات في مدينة درنة الليبية المنكوبة. يا أخويا سهلة باش تجيب يعني وسائل الإعلام الليبية وتبينها هنا للناس؟ جيب لنا يا أخويا الصفحات الليبية ولا وسائل الإعلام الليبية اللي قالت هذا الشيء برك. هيا جيب لنا وسيلة إعلام وحدة برك قالت باللي سرقونا الجزائريين، هذا ما كان. اتقوا الله يا ناس اتقوا الله، الناس رأي ماتت بالألاف، أناي ماتت بالألاف، وليبيا تهردت 60 تهريدة. انتم شو مازال تبوا توصلوا يا جماعة؟ شو مازال تبوا توصلوا بعدك بالله عليكم؟ شو اللي مازال تبوا توصلوا؟ تنقول لكم ألاف ميتين الزح، مازال تديروا في الفتنة ومازال تبوا تقسموها 16. كيف هيك يا جماعة؟ انتم في دم والله بنزين اللي تمشي فاروقكم، والله شو وضعكم بالضبط؟ لا إله إلا الله يا جماعة. وأكدت المصادر ذاتها أن الليبيين دخلوا في اشتباك بالأيدي مع فرقة الإنقاذ الجزائرية. ما تمسخرش، زاد صرا اشتباك، كون قلتوها اشتباك مسلح وخلاص، باش يكون الفيلم أكشن، يكون الفيلم تا هوليود. بعد أن ضبط أحد السكان أفراد فرق الإنقاذ الجزائرية وهم يسطون على محلات لبيع الذهب. وأكدت ذات المصادر أنه بعدما طلب السكان من فرق الإنقاذ الجزائرية إفراغ حقائبهم من الذهب الذي اختلسوه من محل بيع مجوهرات غرق في الفيضان الأخير حتى يتم إعادة الأغراض لصاحب المحل، تجاهل فريق الإنقاذ الجزائري مطالب الليبيين. تعبير كتابي الجزائريين تاع تلميذ يقرأ في ابتدائي، والله تلميذ يقرأ في ابتدائي يدير سيناريو خير من هكذا. على بالك يا الفايح بلي الحماية المدنية الجزائرية وصلت للمناطق اللي ما قدروش كامل فرق الإنقاذ أنه يوصلوهم لأنه فيهم ريسك. نعم وصلوا لواحد المنطقة ودرت فيديو عليها، انتشلوا منها من هذيك المنطقة برك 90 بنادم ربي يرحمهم، ومن بعدها يجي فايح كيفك يدير هذه الأخبار على الحماية تاعنا. والله مهابل، والله مهابل. ما أدى إلى اشتباك عنيف بالأيدي. هذا وتعمل السلطات الجزائرية جاهدة من أجل احتواء هذه الفضيحة، حيث تعهدت الدولة الجزائرية بتقديم أي تعويضات ستطلبها ليبيا مقابل التكتم على الخبر. تيلي 24 إعلام جديد بين أيديكم. الله يبارك، إعلام جديد بين أيديكم يا الجزائريين. كذب جديد بين أيديكم، خرطي جديد بين أيديكم، إلا الإعلام ما عندوش علاقة بكم، أني نقولها لكم ونعودها لكم. فهمتوا الآن باللي حرب شرسة على الجزائر ولا مازال ما فهمتوش؟ نورمال ما فهمتوا. فهمتوا الآن علاش دايما نقول لكم خلي لايك دير لايك؟ والله ما يهمني أنه الفيديو يعني يجيب مشاهدات ولا لا لا، أنا الحاجة اللي تهمني رسالة اللي تكون في الفيديو توصل كامل الناس، فهمتوا؟ لأنه إذا وصلت الرسالة لكامل الناس ووصلت الحقيقة إلى كامل الناس الأكاذيب تاعهم تولي ما تاكلش، لأنه هما البراتيش ما يقدروش علينا في الواقع، فلجأوا إلى المواقع. كل الفيديوهات اللي يتكلموا فيها على الجزائر يلقوا فيها دعم كبير كبير بالبزاف من قبل الشعب تاعهم، يخليوا اللايكات يديروا التعليقات كذا باش الفيديوهات يتنشروا في كامل العالم وعند كامل الدول العربية، حياتهم كامل أكاذيب. المهم راني رديت عليهم ما خليت لهم والو، وانتم كامل الجزائريين كيما قلت لكم خليوا اللايك تاعكم، خلي الفيديو هذا يوصل كامل الناس، خلي يعرفوا الحقيقة تاع الكذابين تاع اللي يخرطوا. يا ترباو ترباو شوية ترباو بركاكم بلا كذب. أي السلام عليكم، تحية الجزائر دائما وأبدا، وتحية الحماية المدنية الجزائرية. خليوا لهم ثاني يعني تعليقات مليحة لرجال وأبطال الجزائر.